امسك كاميرا كاميرا ديس هات هات يابا كاميرا ما شاء الله يا ما شاء الله رائع عمالك المشكل حيوة ها هذا يابا بسوارة كل ده امسك يا يا مال ابيض المانيت مسجد باتا مسجد باتا باتاتا باتاتا ولا بي تي 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 جنب السوق المصري البازار المصري بيقفل الساعة 7 بيقولوا بيج بازار هنا قول انت شنو اسمك يا حاج انا اسمي حاج علي حاج علي تركي وعاش وعاش في بيروت كتير ونصحنا ورانا الفندق اللي احنا بنسأل عليه كل شيء سوق الجمعة على مصرياتكم على هوياتكم ايه والله الله كريم يحفظنا يا رب شكرا يا حاجة سوق السمك في تركيا دون ب8 ودون ب20 وده ب20 والجمبري ب30 وده ب25 وده الفيليه اهو كم هذا 65 65 18 دي الاسماك اللي في تركيا ده ب10 أرفو بك يا بالتركي أزياء وتعرض أزياء في الشارع أصلبة أصلبة جميل بس مش عاملين لها مجال بس طريقتها حلوه استني يا حاجه استني يا حاجه انت بس لما صور الست دي الجميله جميله قوي صراحه بس الفستان ده اللي عجبني التاني ولا اللي هي بس الناس اللي ماشيين في الشارع مش عاملين لهم يعني مساحه عادي عشان كل يوم يا ماما
Sabah gittim Mahmut orada. Oturuyor orada. 25 lira. Ondan sonra 5-6 yerde oraya gittim. Ya Allah. Ya bu gelmez mi fiyata? Biliyorum bu sen. Bu meseleyi bir kumuyorum. Metin oluyor. 5. Meyhan kavaşlıyım. Akhir vahit değil, 80. Devam metin 25. Avul vahit. Vahit. ده 175 في الفندق الكبير 200 الراجل اللي قاعد الجميل دون ب 350 ليرة الأسمر ده وفي واحد صغير 200 ليرة ده 50 غالي ب 35 غالي افتكرته بس شكله جميل للأطفال للأطفال ده سوق إيمنون إيمنون اللي على البحر بعد السوق المصري على طول أكثر حاجة في السوق ده الأدوات المنزلية بس راقية جدا وجميلة تعجب الصيني جملة وتجزئة عشان ده في دندورمه تعالي هعزمك عليه ايه الدندورمه دي ايس كريم بيتضرب كده بالعصايه لو حد فات نقول له فين المترو ما توقفيش كده ادخلي جوه ادخلي جوه لحسن يكون تركيا كلها من هنا من إيمنون من كوبري إيمنون نشوف البلد كلها في ايه ماذا اكتشفت Gracias.
Kebabı.